نظمت الجمعية التشادية للسلام ومكافحة الإرهاب ندوة فكرية بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في إرساء دعائم السلام ومكافحة الإرهاب، حيث جرت المناسبة اليوم بالمركز الوطني للبحوث كنار بحضور مجموعة من المثقفين والطلاب. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. إن مصطلح الإرهاب مفهوم واسع وجد في كل العصور والأمكنة والأزمنة منذ فجر التاريخ، ولذلك أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو جنس أو دولة، بل هو فكر تتبناه مجموعة من بني البشر بحسب توجهاتها وانتماءاتها الخاصة، ونسبة لخطورة هذه الجرثومة والتي تعد من أخطر أعداء الإنسانية والحياة. فقد أسست في العام 2016 الجمعية التشادية للسلام ومكافحة الإرهاب، والتي جعلت من هذا الموضوع هدفها الأول والأخير، وعليه أتت هذه الندوة الفكرية تحت عنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في إرساء دعائم السلام ومكافحة الإرهاب، حيث أحيا المحاضران الدكتور الطيب إدريس حلولو، والذي تطرق إلى تعاريف الإرهاب بشتى صوره من خلال القواميس اللغوية. الإرهاب الآن، الوضع الآن، الناس اللي الآن تبنوا الإرهاب ما فقراء كانوا، ما فقراء أبدا، ما كان في زول فقير. الآن زعيمة لهم من الزعماء لهم الآن بنظر لعملية القتل، ما كانوا مابعين من منبع فقراء أبدا، كانوا من قصور يعني، وكانوا من أقرى الناس. إذن القضية يعني التفسير السيسيولوجي والتفسير السيكولوجي والتفسير الأكونومي والتفسير يعني اختل في قضية التوازن، في قضية مفهوم الإرهاب الآن. أما بالنسبة للمجتمع التشادي فهو مجتمع متسامح ومتشبع بالقيم الدينية. تأذى المجتمع التشادي ما في إرهاب في جاترة، ما تتصور تصورات، لا، نحن الناس بتكلموا عن موضوعات بس ما سيحدث، ما تتصور أن في مشكلة في إرهاب، ما عندنا هنا أصلا، ما وجود، لأنه ما عندها عرضية في جاد، ما بتلقى عرضية في جاد. ليه؟ لأن الإنسان التشادي ما بيأدلج، الأدلوجية ما عنده، لأن ده فكر إيدولوجي والتشاد ما بيبقى أيديولوجي، صعب. الدكتور أحمد بين آدم تناول في المحور الثاني والأخير من المحاضرة الدوافع والأسباب الداعية إلى تبني فكر الإرهاب والحلول اللازمة للوقاية من آثاره السلبية على المجتمع. وفي ختام الندوة تداخل بعض الحضور بأسئلة واستفسارات حول موضوع الندوة أجاب عنها المحاضران بإسهاب. بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.